أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء you
وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء صدق